مش محتاجة اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا اللي كلها على قد الايد ان شاء الله. والنهارده هنعمل مع بعض اكلات كلها على قد ايدينا كده وحاجات في السريع. انا عارفه الدنيا ساقعه وانتوا عايزين تاكلوا عدس والحاجات دي من الحاجات الجامده دي، بس يعني مش عايزين نطلع من الشتاء ضاربين قوي، يعني عايزين نطلع من الشتاء معقولين. انا عارفه الشتاء بياكل جامد والقعده كل دوت بيزيد من الوزن جامد جدا، فلازم نحافظ قوي قوي قوي. فحتى لما نعمل اكله دسمه ناكل منها قليل خلاص. فمثلا احنا دلوقتي هنعمل مكرونه باللحمه المفرومه والجبن دي كلها، يعني عايزه اقول لكم سعراتها كتير، يعني فيها حاجات تدفي وفيها حاجات تتخن وفيها حاجات مغذي طبعا اهم حاجه قبل ده وده، بس ناكل منه قليل خلاص. فاحنا عندنا هنا بص المقادير معانا دي: مكرونه سباكيتي مسلوقه، عصير طماطم، لحمه مفرومه، فلفل رومي، بصل، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، صلصه، بهارات، زعتر وثوم، وسمنه روابي. هنعمل ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نعمل اكلتنا دي. حاجات كده من الاكلات السهله خالص واللذيذه، بس الاكله دي بقى يمكن مايله للشباب اكتر، يعني اكله شبابي، مش الكبار يمكن ما يفضلوش الكلام ده. قلت طب ما تعمل لنا بقى في الاخر كده شويه مكرونه وكفته وخلاص. دي بقى يعني نجرب الجديد شويه. ماشي ان شاء الله، بس الشباب بقى كلهم والاطفال هيحبوها قوي ان شاء الله على خير. يعني هناخد معلقه سمنه روابي، يعني طب نسلق المكرونه الاول خلاص، وناخد معلقه كده من السمنه نسيحها. اخد بصله حلوه كبيره، واخد قرنين فلفل حلوين، يعني عايزه بصل وفلفل كتير عشان ازود القيمه الغذائيه للاكله جنب اللحمه. تمام كده، ناخد بصلايه بص مقطعاها صغننه خالص كده، بسم الله الرحمن الرحيم. او ممكن دي تقطعها كمان اللي هي الجوانح، لان يعني دي مكرونه سباكيتشي فعادي معاها الجوانح برضو حلو. بصلايه، شويه ملح، يدبل حبه، هنزله الايه الفلفل، بس يعني ادي البصل ده بلان شويتين اخليه يصفر. تمام كده، هنزل عليه بقى بالفلفل بس حبه كمان كده. كمان انا عندي هنا جايبه بهارات للحمه المفرومه، لو عايزه تضيفي قرفه وجنزبيل ليها ضيفي لها، لان انا هسوي اللحمه الاول كاني بعصقها كده مثلا. فانا بعصقها ساعات بايه؟ ببهارات وساعات بقرفه وجنزبيل، فزي ما انت عايز. انا النهارده جايبه لها بهارات وزعتر، بس في ناس كتير يعني الزعتر ده عليهم جديد مش بيحبوه قوي، فبس هو صحي جدا، فضيفي لهم ايه؟ قرفه وجنزبيل، ده برده صح حلو قوي قوي. معانا ادهم
ايوه، ازيك يا مدام نجلاء؟ عامله ايه؟ ازيك يا ام ادهم؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. والله انا بشكرك على البرنامج الجميل ده، وتسلم ايدك على كل الاكلات اللي انت بتعمليها. الله يسلمك. الله يسلمك يا ام ادهم. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. والله انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. ليك اي سؤال؟ لا يا رب يخليك. انا بس كنت بشكرك على البرنامج، وعايزاكي بس تقولي لي على الوصفه بتاعت الانيميا ده بعد اذنك يعني. حاضر. عينيا. حاضر. شكرا ليكي جدا. مشروب الانيميا دوت يعني احنا انا هعمل كذا واحد، عشان كتير قالوا لي ايه طب يعني عايزين كذا حاجه عشان نغير. هو انا قلت دايت شير لمده شهر، حلو جدا مرتين في اليوم. ففي ناس يعني بيزهقوا من حاجه بيعملوها كل يوم كل يوم كل يوم فبيزهقوا منها. فانا ان شاء الله هجيب لكم مشروب تاني يعادل المشروب ده، يعني الاثنين يبقوا شبه بعض قوي. فالمشروب دوت اللي انا الاولاني اللي انا كنت عاملاه قبل كده، اللي هو كان بنجرايه، بنجرايه وسط كده مش كبيره، ونص تفاحه ونص برتقانه، كوبايه ميه ومعلقتين عسل، ونضربهم كلهم مع بعض في الخلاط. البنجرايه مش مسلوقه، البنجرايه نيه، نقطعها بس كذا قطعه كده ونحطها في الخلاط، ونص برتقانه اي نوع، نص تفاحه برده قطعيها مكعبات كده ونزليها في الخلاط، ونزلي عليها كوبايه ميه وحطي معلقتين عسل، عسل نحل، معلقتين عسل نحل، واضربيهم حلو جدا. ده بيتشرب مرتين في اليوم، مره بعد الفطار ومره بعد العشاء. دي مهمه جدا، دي ما شاء الله فيها كميه حديد رهيبه. هبت عياده قريب. فديت بقى عايزه اقول لكم، نسيت كنت عايزه اقول ايه. اللهم صل على النبي. طب حصل ايه؟ بس هبوظ لي العياده بتاعتي. المشروب دوت مين معانا؟ دينا. طيب يا دينا، يا دينا. انا زينب. زينب، ازيك يا زينب؟ انا زينب. ايوه، اهلا وسهلا. ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه بس اسال حضرتك على الشوكولاته، صوص الشوكولاته. عايزه الشوكولاته تعملي بيه ايه؟ تورتايه ولا تحطيها على الصوص يعني عايزاه ايه؟ الشوكولاته اللي كانت معموله امبارح. الصوص بتاعها. حاضر حاضر. عينيا. صوص الشوكولاته اللي عملناه امبارح ده كان عباره عن ربع كوبايه لبن وربع كوبايه زبده وكوبايه شوكولاته مبشوره. بس هحط ربع كوبايه اللبن مع ربع كوبايه الزبده واحطهم على النار يسيحوا لغايه ما يسخن كده وهيغلي، اشيله من على النار واروح ضايفه كوبايه الشوكولاته المبشوره واقلب بسرعه 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 لغايه ما تدوب بره النار. هو ده الصوص، اسهل صوص ده ومش مكلف خالص. بصوا بقى كده هبدا انزل لحمه. انا كده حطيت ايه؟ البصل والفلفل. هنزل لحمه مفرومه بقى. معايا كريم. اهلا وسهلا. اهلا يا كريمه. يا كريمه، يا كريمه. وطي التلفزيون شويه وكلميني. شويه بهارات، شويه زعتر. طب كلمينا تاني يا كريم. شكرا ليكي. وشويه ملح وفلفل. لو عايزه البهار يتغير زي ما انت عايزه. معانا اسماء. الو. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. ايه اخبارك؟ على الحاجات اللي انت بتقدمها لنا الجميله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. تسلمي. ليك اي سؤال؟ لا ربنا يخليكي. خلينا اصلا عاوزين اي حاجه. متشكره يا زينب جدا. ربنا يخليكي. تسلمي وسنين ذوقك. هبص كده افكك اللحمه المفرومه كده. الاكله دي كمان لازم تتاكل سخنه، يعني لازم اول ما تخلص تتاكل، ما تعمليش كميه كبيره وتتركن، ماشي؟ عشان الجبنه ما تجملش. انا هحط الجبنه مع الـ مع الـ مع الطماطم، فهتديني ايه لو انا سبتها تبرد هتقفش في بعضها كده، فلازم دي سخنه على طول. طب افرضي انا دلوقتي هعمل اكل ومش كله بيجي، اغلبيه البيت المصري بقى كده دلوقتي مش كله بيتجمع على الغدا، فنعمل ايه؟ اقول لك نعمل ايه.
طبعا هو بيتجمعوش على الغداء نظرا لظروف كل واحد بقى، المدرسه والجامعه والشغل والكلام ده، بس زي ما اتفقنا قبل كده زمان ان احنا لازم نخلي على الاقل يوم في الاسبوع نتغدى كلنا مع بعض، العيله كلها على الاقل يوم في الاسبوع ماشي، وما كانش غدا يبقى عشاء، بس يبقى العيله فيها التزام، التزام ان في ميعاد هنتجمع فيه كلنا مع بعض، حتى بعد اللي يتجوزوا برضو وكده يرجعوا لبيت باباهم ومامتهم يتجمعوا مع اخواتهم، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الترابط الاسري ده سواء بقى متجوزين او مش متجوزين ده مهم، يعني نخلي مثلا يوم الجمعه العيله كلها تتلم فيه، يجي بقى الاخوات المتجوزين والمش متجوزين، او انت مثلا لسه ما حدش اتجوز لازم عارفين ان يوم الجمعه بعد الصلاه مثلا هيرجعوا على البيت ويقعدوا شويه ويتغدوا وكده كل واحد يشوف اللي هو عايزه، بس ان احنا نتلم مع بعض دي حاجه مهمه، كل واحد يتكلم في اللي عنده، دي حاجه مهمه جدا، مش عايزين كل واحد يبقى شاتت كده لوحده بقى، كل واحد ماسك موبايله وقاعد على جنب، دي بتعمل تشتت اسري، حتى بعد ما يتجوزوا تلاقي الاخوات بعيد عن بعض، اللي يتجوز بقى ملهي في شغله وملهي في حياته، فين وفين لما يتقابلوا، لا عايزين نرجع القيم الاسريه المصريه العربيه تاني، اللمه دي مهمه جدا، اللمه دي بتخلي في ترابط، بتخلي كل واحد يساعد اخوه، بتخلي كل واحد يعرف اخوه عنده ايه، انما انت تلاقي الاخ دلوقتي مثلا في حاله عنده مشكله والتاني ولا هو دريان رايح يتفسح وسايب ده، فلا احنا عايزين ما نعملش كده، عايزين الاخوات نربط ما بينهم قبل الجواز وبعد الجواز، مش بعد ما يتجوز خلاص كل واحد اولاده وبس، طب فين اخواتي؟ لا الاخوات دول لازم زي ولادك بالظبط، لازم نعمل كده، يعني مبقاش كل واحد لا هو اخوه بقى يتصرف، هو عامل في نفسه كده، طب انت يعني لا لازم نساعد اخواتنا سواء متجوزين او مش متجوزين، دي حاجه مهمه، انا شايفه ان كل واحد دلوقتي في المتجوزين دلوقتي انا مالي ولا اخويا؟ اخويا ده تلاقيه مثلا يعني خلاص حاجه قليله جدا والتاني كبير جدا او العكس صحيح، ومحدش بيسال على حد غير في الايه؟ يعني تلاقيه بقى في فرح في عمليه في عزاء يتقابلوا، انما حد يسال انت محتاج حاجه ولا مش محتاج حاجه، لا انا عايزه كل واحد يعتبر اخوه زي ابنه او اختك زي بنتك، دي حاجه احنا اخوات، ده اخوات من اب وام واحد، مش عايزين التشتت اللي بقى كتير كتير دلوقتي ده، زي بعض اديني كلمه. يا كريمه يا كريمه صباح الفل يا مدام نجله، يا صباح الفل عليك، ازيك؟ الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك، انا طمعانه بذوقك، انا طمعانه بذوقك، اموري الامر اللي انا ليا طلبين، حضرتك امبارح كتر خيرك قلتي الرز المعمر الساده، فانا لقطتها، لكن انا ليا احفاد يحبوا الرز لكن ما يحبوش الفراخ، وبعدين ما بيحبوش كمان الفراخ المسلوقه، ازاي انا احط الفراخ في النساير كده مثلا في الرز؟ ده الطلب الاولاني. بقول لك انا طمعانه بذوقك. موري موري هو اللي انت عايزاه. الامر الطلب الثاني حمص الشام عشان الدنيا برد. طيب عيني حاضر. حاضر. شكرا جدا ليك، ربنا يخليكي. بص بقى كده هحط هقول لك حاضر الطريقه بس بعد الفاصل عشان بس احط الطماطم دلوقتي اسيبها تتسبك مع اللحمه، وهطلع في فاصل وهنيجي بعد الفاصل هقول لك تعملي ايه بالظبط ان شاء الله، ونكمل وصفاتنا بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه، ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي انا مغطيه الطماطم بتتسبك اهي، لا اوعي 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 اهو، بس لسه عليها شويه حبه صغيرين كده بس، والله بص اقلبها كده ونشوف الاخبار ايه، عشان شكلها كده خلاص، ابعد بس الزيت علشان ما يترطش عليه، كده حلو، بصوا ممكن نزود بس معلقه صلصه كده عشان تبقى حمرا حبه، نظبط ملح فلفل جبنه رومي، عشان كده بقول لك
انا لازم الاكله دي تتغرف وتتاكل على طول. انا دلوقتي مش كله هياكلها زي ما قلت لك، انا هقول لك هنعمل ايه لو مش كله هياكلها. ما نسخنش كله مره واحده، يعني هناخد مثلا حبه صغيرين من الخلطه دي ونضيف لها الجبنه ونضيف عليها شويه المكرونه اللي هياكل بس. جبنه موتزاريلا كده، خلي شويه للوش. معانا امال، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك عامله ايه؟ الله يسلمك. الله يخليك، تسلمي. الله يكرمك. انت ست طبيعيه جدا، ربنا يخليك. الواحد بيتفرج عليكي كده كانه واقف في المطبخ. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. انا بس معلش ليه سؤال بسيط. اتفضلي. العجينه الملونه اللي حضرتك عملتيها اول امبارح، العيش الملون، دي كانت عجينه بسيطه جدا. تمام. وسهله يعني اي حد يقدر يعملها. طب الحمد لله، فعجبتني قوي. فمعلش استاذنك تفكر يعني تقولي لنا على المقادير بتاعتها مره تانية. حاضر. وتقولي لي هل ممكن اعمل منها فطاير، اعمل منها بيتزا، اعمل منها اي حاجه؟ ممكن تعمل منها قرص او اعمل منها قرص. طبعا احشيها حاجه، اي حاجه. طبعا. بس هتفكريني بس بعد اذن حضرتك، بس بعد ما اقفل السكه. حاضر. عشان اقدر اروح اسمعك من التلفزيون. حاضر. عيني تفكريني بالمقادير بتاعتها. هحاول اطلعها لك على الشاشه، اخليهم يشوفوها على الشاشه كده، واطلعها لك على الشاشه وتصوريها. ماشي. بصوا بقى الجبنه والايه واللحمه بتمط ازاي مع بعضها. عشان كده بقول لك الاكله دي الشباب والاطفال هيحبوها قوي. ماشي. وعشان كده بقول لك لازم ان احنا الاكله دي حاجه زي المبكبكه كده، ان انت لازم في ساعتها تتاكل. فدي لو انا مش هاكلها في ساعتها يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اسخن على قد اللي هياكل بس، اسخن الصلصه واروح ضايف لها الجبنه وحاطه الايه؟ وحاطه على قد المكرونه وبس، واخلي اللحمه بالطماطم زي ما هي كده، اسخن على قد اللي هياكل بس. الخبز الملون معايا اهو على الشاشه. وطبعا انت ممكن تعملي منه كذا حاجه، يعني هو اساسا دي عجينه عيش بس متضاف لها الجزر ومتضاف لها البنجر. دي بقى انت ايه، ممكن تضيفي اي حاجه تانيه، ممكن تزودي الدسامه بتاعتها شويه يعني الماده الدهنيه وتحوليها القرص. بصي كده، هم بيحبوا المطاط دي قوي. اوكي. ممكن نزود شويه جبنه كده على الوش كمان، جبنه رومي، وتديني حدقيه حلوه. ويا ريت الجبنه الرومي اللي نستعملها تبقى جديده مش قديمه. الجبنه الجديده بتديني مطه اكتر من القديمه، ما تبقاش حاده قوي زيها كده. معانا زهره، اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازي بحضرتك يا مدام نجلاء؟ ازيك، ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ انا بحب نكلم حضرتك كل ساعه وكل وقت والله. منوراني منوراني دايما، ربنا يخليكي. ربنا يخليك ويبارك فيك ويتسلم لنا ايديك يا رب. الله يكرمك يا رب، الله يخليك. ببعت اهداء لوليد ابني بالمولود الجديد مالك. ايوه، الف مبروك. يخلي له هو وداليا بنته، ويخلي له شيماء زوجته، ويخليه لهم ويبارك فيه والد ابني يا رب. يا رب ان شاء الله، والف مبروك وتفرحي بيهم وتديك الصحه ان شاء الله. متشكره جدا ليكي. طيب نعمل اكله بقى حلوه كمان، ممكن تاكل جنب المكرونه دي، يعني هات المكرونه اعمل جنبها حاجه خضار. الخضار دي هعملها ايه؟ اعمل اقراص كوسه. يعني الكوسه هعمل منها اقراص كده، حاجه كده خضار جنب الاكله دي. ايه رايكم؟ طب اقول لكم على مقاديرها الاول وبعدين نعملها مع بعض. عندي هنا كوسه مبشوره، بصل، بقدونس، ثوم، حبه دقيق، بيض، شطه، وشويه توابل، كزبره ناشفه كمان، يعني المهم قوي الكزبره الناشفه دي بتبقى حلوه قوي في التحمير. نعمل ايه؟ طبعا الكوسه احنا لازم نغير فيها كتير كده، او الاكله الخضار عامه نغير فيه كتير عشان يعجب الاولاد وياكلوه. بس يعني عارفه مره على مره على مره هتلاقي الحاجات دي بالنسبه لهم ياكلوها عادي جدا، لان كان في جت فتره كده ما حدش ياكل خضار خالص، تلاقي كلها نواشف نواشف نواشف، ما فيش خضار. لا احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين لازم يكون في خضار. انا حطيت هنا اتنين بيضه، اقلبهم بس كده، كزبره ناشفه، شوية شطة، ده اختياري طبعا الشطة، شوية ملح وفلفل،
فلفل، عندي هنا البصله دي بقى كده، املح البصله لوحدها كده، شويه ملح وفلفل. انا مش هشوحها على النار، انا بس هقلبها لوحدها مع الملح والفلفل. معانا شيماء، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ازيك يا مدام نجلاء، عامله ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. ازيك انت، عامله ايه؟ وحشتيني والله، انا بحبك قوي يا مدام نجلاء. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ميرسي ذوقك جدا، ربنا يبارك لك في ولادك يا رب. الله يكرمك. حضرتك انا دلوقتي انا بعجن وعايزه اعمل قرص طريه، بس تكون طريه يعني، اه اشرب فيهم شاي كده، بس عايزاها طريه وكده. بس انت لو عايزاها طريه يعني هتاكليها النهارده وبكره، بس لازم تشيلها في الفريزر. ايوه ما بس انا مش هشيلها في الفريزر، انا عايزه بس اكلها النهارده بكره، بس يكون طريه يعني، مثلا كيلو دقيق عليهم المقادير قد ايه واعمل ايه، بس يكون طريه. حاضر. بصي، هي طريه دي بتبقى طبعا لما بتزودي لبن، هي دي بتخليها قطره، يعني كل ما بتخلي العجينه طريه قوي هي دي بتخليها طريه معاكي، ماشي؟ وبعدين كل ما تحطي شويه ميه شويه لبن، ماده دهنيه مش كتير قوي. هقول لك على طريقه قرص دلوقتي حلوه جدا تعمليها، بس زي ما اتفقنا هي هتقضيك النهارده وبكره بس، ولازم تحطي في الفريزر عشان ما تنشفش، تبقى عامله زي العيش البايت. بصوا كده، ادي حاطط بيض وتوابل اللي هو ملح وفلفل وشطه وشويه كزبره ناشفه، خدت البصله كده ودعكتها لوحدها بالملح والفلفل، راح منزلاها فوق البيض. معانا لبنى، اهلا وسهلا. يا لبنى، شويه توم. ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ شويه بقدونس. كويسه الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا جلدي بتحب تموت. ربنا يخليك، ربنا يخليها لك يا رب ان شاء الله. كل يوم والله بالليل لازم اجيبها عشان تسمعيها. ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها لك يا حبيبتي. عايزه بس، معلش، عايزه طريقه بس المشبك والجلاش الحلو. حاضر، عينيا. ناخد بقى كميه كوسه كده مع شويه معلقتين دقيق، واعجن ده كله، ماشي؟ إيه طيب، اجاوب على السؤال الاولاني اللي جات لنا صديقه البرنامج اللي قالت لي ان الاولاد مش بياكلوا الفراخ وعايزه تحط الفراخ في وسط الرز. هقول لك لا، ما تعمليش كده. ما دام هم مش بيحبوا الفراخ، هو مش هيحبوها اكتر جوه الرز، لان هي هتبقى صيصه ملهاش طعم. عايز تحبيهم في الفراخ، اعملها لهم شاورما، يعني حمريها كده مع البصلايه مع فلفلايه، وسويها كويس جدا، اللي هي صدور الفراخ قطعيها رفيع كده وحمريها، شوحيها على النار مع بصل وفلفل، تمام كده؟ يليها طعم كده، هيحبوا الفراخ. حطيه مع مكرونه، يعني ممكن لو سلقتي مثلا كيس مكرونه قلم وعملتي اللحم الفراخ دي كده شرايح، شوحتيها على النار مع بصلايه رفيعه كده، شرايح رفيعه جدا مع فلفل رومي، وشوحيها لغايه ما تستوي، ونزلي عليها المكرونه المسلوقه وقلبيها معاها بشويه ملح وفلفل، كده هيحبوها. ما تنزليهاش ابدا مع الرز ان شاء الله يعني. وبعدين اعملها لهم بانيه، الحاجات دي كلها مبسوطين منها قوي. اعملها لهم في بيتزا. ومقادير المشبك معانا اهي، مقادير المشبك اللي كانت عايزه المشبك معانا، ماشي اهي كده. اجيب بقى معلقه، انا هشوف الزيت بس اخباره ايه، نجرب في واحده كده الاخبار ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل كده في الزيت وافرد كده، محتاج يسخن حبه كمان شويه، مش قوي، مش قوي. ليه؟ لان انا لو قدحته قوي واجي انزل الكوسه هلاقيها بالفرفطه كلها، فلازم الزيت يبقى سخن بس. فانا استنى حتى انا حطها على العين اللي مش عاليه قوي، تمام. الأقراص دي بقى بتبقى مقرمشه، بتبقى حلوه قوي. طيب دلوقتي انا هستنى الزيت يسخن، بس انا عايزه اوريكم الطريقه تاني اهي. بنحط كده في الزيت كده ونفرد بالمعلقه، ايوه كده معقول، ماشي. طيب انا دلوقتي هخليها تتحمر، ما اقلبش غير لما تتحمر طبق الاوانيه كلها وبعدين اقلبها، اوكي. طب دلوقتي انا هطلع في فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل على قد الإيد.
ورجعنا من الفاصل ولسه عماله احمر في الكوسه على نار حلوه كده معقوله، عشان احط لها كمان معلقه دقيق، فبستنى عليها شويه مش بعلي عليها النار قوي عشان تستوي والكوسه كمان تستوي. تمام. طيب انا هعمل دلوقتي اكله كمان، وكمان دي تنفع صديقتنا اللي كانت عايزه تعمل فراخ للاولاد عشان هم مش بيحبوا الفراخ، فهعمل لهم النهارده عيش بالفراخ. يعني ايه عيش بالفراخ؟ يعني حاجه زي سندوتش كده بالظبط. هنجيب فراخ مسلوقه او بواقي الفراخ اللي عندك، يعني كنت عامله فراخ امبارح وبقى قطعه منها ولا اتنين، بنروح ايه عاملينهم مفتفتينهم كده، وبعدين ايه زي كده هوريك دلوقتي المقادير معانا زي كده. فراخ مسلوقه ونسرها نساير كده، وبعدين عندي جبنه موتزاريلا، عندي بصل، عندي فلفل، دي خلطه الفراخ. طب نعمل العيش شكله ايه؟ انا قلت اعمل العيش مميز يبقى لايق على الفراخ دي. يعني ايه؟ يعني في حاجه كده تبقى مميزه تدي طعم للفراخ حلو. الفراخ بتحب الكاتشب جدا بالنسبه برده للاولاد، فهعمل العيش بالكاتشب. ازاي بقى؟ عندي 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، معلقه سكر، معلقه خميره، نص كوبايه كاتشب، وهناخد ربع نص كوبايه سمنه روابي، وميه للعجن. يبقى 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، نحفظهم بقى كده، 3 كوبايات دقيق، نص كوبايه كاتشب، نص كوبايه سمن، معلقه سكر، معلقه خميره، وهنعجن بميه. مقدار سهل خالص اهو، والكاتشب هيدي طعم حلو جدا ولون للعيش. وجوه الفراخ بقى هروح اشيها انا بالفراخ دلوقتي اللي هحطها مع الفلفل والبصل، تديها طعم حلو جدا. اجيب بس كده طاسه 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 طاسه، اسخن الطاسه عشان ابدا ان انا ايه عشان تبقى الخضار ده كده يتقدم. الخضار ده اللي هو الكوسه المقليه بالشكل دوت جنب المكرونه برضو حلوه جدا، عايزه تاكليها دي تبقى وجبه لوحدها مع عيش وبتنجان مخلل ومش عارفه ايه، برضو من الحاجات الحلوه الحرشه قوي كده. شفت قعدت حوالي 10 دقايق على النار، حلو جدا يعني استوت سوا مظبوط ان شاء الله. كده بس كده كفايه دول، وابقى اكمل دول بعد ايه بعد الحلقه بقى، عشان بس ما اضيعش الوقت كله في الايه في القلب. يعني ما بحبش اعمل الحاجه بكتره قوي بالمعقول، علشان انتوا خلاص شفتوا الفكره وشفتوا تعملوها ازاي وخلاص. طالعين الاعلى شويه، ونجيب هنا بقى عندي بصله والفلفل والفراخ اشوحهم على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه صغيره سمن روابي. معانا زينب، اهلا وسهلا. مدام نجلاء ازيك يا زينب؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا مبسوطه قوي اني بكلم حضرتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله يا رب يخليكي. الله يكرمك يا رب، الله يخليكي. ليه اي سؤال عند حضرتك صغير؟ اتفضلي. كنت عايزه، كنت باكل في كافيهات كده نوع كيكه شوكولاته، اما باكلها بينزل منها شوكولاته من جوه مش كيكه عاديه. حاضر. كنت حابه ان حضرتك تعمليها عملي وتقوليها لي بطريقه سهله. حاضر. اوكي. شكرا. حاضر. شكرا ليكي. بصوا كده ايه، احط البصله، ممكن تعمليه جوانح وممكن تعمليه صغير، وشويه ملح، كده لا معانا صابرين، اهلا وسهلا.
السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ والله العظيم ده انا حاولت اكلمك كتير وكل ما حد يدعي لك اقول امين. والله العظيم ربنا يخليكي يا حبيبتي. والله ربنا يسعدك زي ما تسعدينا يا رب. الله يكرمك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب ويفرحك باولادك. الله يكرمك احنا وانت يا رب. الله يكرمك. لا حبيبه قلبي خليكي لينا. مالكيش اي سؤال؟ كنت عايزه اسال على مشروب النحافه بس يا رب يبارك. النحافه حاضر. ربنا يبارك لك كتر خيرك. شكرا قوي. الله يخليكي. هقول لهم على النوم بعد الحلقه. مشروب النحافه ده مشروب سهل جدا وبسيط خالص، انما تركيبته مع بعض هي اللطيفه جدا. ان انت بتجيبي كوبايه لبن ومعلقتين عسل اسود على الريق وقبل النوم، كوبايه لبن معلقتين عسل اسود كبار تقلبيهم فيها تشربيها الصبح على الريق وتشربيها قبل النوم. دي بقى ما شاء الله يعني برده خلال الشهر بتبقى فرق كبير. اللبن مغذي والعسل والاثنين مع بعض، والعسل فيه حديد كتير، والاثنين مع بعض بيعملوا مزيج كده يعني بيخلي الواحد ينفخ على طول. فدي اعمليها حلوه جدا ان شاء الله. تشربيها مرتين في اليوم ثلاثه، ما يجراش حاجه لو شربتيها في وسط النهار كمان. حطيت كده ايه الفلفل كمان يدبل معاها كده، سنه صغننه كمان شويه فلفل اسود. معانا نورة، اهلا وسهلا. صباح الخير يا شيف نجمات. يا صباح الفل. ازي حضرتك؟ احفادي بيحبوكي جدا وانا بحبك واكلاتك الجميله يا شيف نجمات. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا قمر. انا عايزه ابعت تهنئه عن طريقك لاحفادي لانهم بيحبوكي جدا. ما شاء الله ربنا يخليهم لك ويخليكي ليهم يا رب. اتفضلي. عيد ميلاد النهارده، عيد ميلاد حفيدتي سيليا. ايوه. بقول لها كل سنه وانت طيبه يا سيليا. ايوه. و سيليا بحفيدتي بقول لها كل سنه طيبه يا سيليا، واخوها سيف وباباها علاء ولبنى، سيليا علاء محمود الحاج. كل سنه وهي طيبه وانت طيبه يا رب ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. بصوا كده ادي كده الفراخ خلاص اهي الحشوه اهي، بس شويه على النار صغيرين كده تشرب من البصل والفلفل كده. بقى الفراخ جوه العيش ده ان شاء الله تعجبهم جدا. بس كده كفايه. ماشي، 3 كوبايات دقيق. نعمل العجينه بقى بتاعت العيش. معلقه خميره، معلقه سكر، نقلبهم مع بعض. ماشي. محمد اهلا وسهلا. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك. دي مره برضه تقولي ايه؟ سنه وحاجه. طيب وانت طيبه؟ طيب وصلت البرنامج كلهم طيبين بمناسبه المولد النبي الشريف. كل سنه يا رب. احنا وانت يا رب رب ان شاء الله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الله يخليك. الله يخليك. الاخت بنتنا اللي كانت سالت على القرص الطريه، عايزه اقول لها على الطريقه اللي كانت حماتي الله يرحمها بتعملها وانا لحد النهارده بعملها. طب يا ريت قولي. اتفضلي. الكيلو الدقيق عليه ربع كيلو زبده بلدي. وكيلو ونص كيلو لبن. ونص كيلو لبن. والخميره طبعا الخميره الفوريه بتبقى احسن من الثانيه، ومعلقه سكر ورشه ملح، وبنعجنها بيكون اللبن دافي وبنفرك الدقيق بالزبده الاول. وبعدين اعجن احط الخميره والسكر والملح. ايوه. اروح عجنها باللبن وبتبقى عجينه طريه لينه جميله، وتتحط في مكان دافي تخمر. ايوه. لحد ما تتضاعف تضعف، وبعدين اقطعها كور وبططها في الصاج وحطها، لازم تخمر تاني مرتين، وبعدين بتتخبز على درجه حراره عاليه 260 او 240 لحد ادنى. وتنحط في الرف الوسطاني. تمام. وما تتخبزش الا لما تخمر قوي تاني. اهم حاجه في القرص الطريه انها تكون خمرانه مرتين اتنين. تمام. الله ينور عليكي. وتتخبز في فرن حامي وتطلع
وبعد ما تبرد مباشره اللي مش هتتاكل بتتحط في الفريزر. تمام وبعد كده لما بتحب تطلعها تاكلها بتطلعها وبتحطها بتسخنها في الفرن ثاني بتبقى كانها لسه مخبوزه ثاني. الله ينور عليك. الله ينور عليك. انا وشيفا جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. ربنا يخليكي. ميرسي جدا ليكي. ميرسي لذوقك جدا. ربنا يخليكي. يلا اهي قرص فلاحي اصلي. تمام واحدة واحدة. أنا كده عملت إيه؟ هقول لكم بعد فريدة. معانا فريدة أهلا وسهلا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا فريدة؟ إزيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله ربنا يخليكي. إزي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة منورة والله متشكرين يا ستي على اللي أنت بتعمليه كله. ربنا يخليكي منورة بوجودك. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. ممكن اعمل ايه ده؟ طبعا اتفضلي. الله يكرمك. عايزه اقول لحبيبه بنتي بنتي حبيبه ايمن الشيخ كل سنه وهي طيبه. ايوه. وابعت ايه لولادي لاولاد ابني في السعوديه فريده وساره ورقيه. ايوه. واولاد ابن احمد جانا وجودي. كل سنه وهم طيبين وانت طيبه يا رب ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. تمام كده. ادي العجينه عايزه اوريك بس شكلها الاول كده عشان اوريك ان انا طبعا لازم بتخمر وزي ما اتفقنا اي عجينه لازم تخمر مرتين. ما دام انا هشكلها لازم تخمر مرتين، مره في الاول وبعدين اشكل واسيبها تخمر تاني. اقول انا حطيت هنا ايه بقى. اقول تاني انا عملت هنا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، نص كوباية سمنة روابي، نص كوباية كاتشب. بص اللون الحلو ده لون وطعم وريحة. ماشي. نص كوباية، هقول تاني، 3 كوباية دقيق، نص كوباية كاتشب، نص كوباية سمنة، معلقة خميرة، معلقة سكر، وعجنت بالايه بالمية. بقت بالشكل ده. عجينة طرية جدا. اسيبها بقى تخمر وبعدين اوريها لك بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من الفاصل. بص بقى العجينه دي الخمرانه اللي انا سبتها تخمر من قبل الحلقه بالشكل ده كده. ابدا اقسمها كور وافرد كل كوره زي ما انتم شايفين كده، كاني هعمل ايه؟ رغيف عيش مدور. بس هو مش عامله مدور، هوريك هعمله ايه دلوقتي كده. ماشي. الطريقه دي كلها كده اهو، هعمل كل المقدار بالطريقه دي. هاجي هنا بقى عندي الفراخ اهي ماشي، وعندي الجبنه موتزاريلا طبعا بردت فهنزل عليها الجبنه عادي خالص اهي، كميه حلوه من الجبنه كده علشان اللي ما بياكلوش الفراخ، عشان اللي بياكلوها واللي مش بياكلوها كده كلها ان شاء الله هيحبوها جدا. معانا اداره اهلا وسهلا. صباح الفل. يا صباح الفل عليكي. ازاي حضرتك؟ الله يخليكي. ازيك انت عامله ايه؟ انا نفسي اكلمك كل يوم. ربنا يخليك يا رب. والله العظيم اسلامي يا رب. نفسي اكلمك كل يوم في كل قعده. ربنا يخليك يا رب. متشكره جدا ليكي. تسلمي. ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله. عايزه اعمل اهداء لبنتي. اتفضلي. ماشي. اسمها نسرين. ايوه. يعني إيه اغلى حاجه عندي. ما شاء الله ربنا يخليها لك يا رب. الله يخليك. نوره. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليها لك. كل سنه وهي طيبه وانت طيبه. عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه وانت طيبه وانت طيبه. الله يخليكي يا حبيبتي. تسلمي يا رب وتفرحي بيها كده ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. ابصوا كده وحط الخلطه دي كلها كده بالجبنه بالفراخ بالفلفل بالبصل كده، وابدا ابرم عليها العيش كده. بصوا كده العيش ده انا عملته ازاي. اقول تاني، انا جبت هنا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، حطيت لهم نص كوبايه سمنه، نص كوبايه كاتشب، معلقه خميره كبيره،
ومعلقه سكر وعجنتها بميه. خلاص الكاتشب بيدي لون حلو قوي حلوه، والسمنه كمان كميه حلوه على 3 كوبايات دقيق، 3 يعني نص كوبايه سمنه، فبيبقى العيش غني جدا. خلاص والفراخ دي فراخ مسلوقه عندي، شوحتها مع بصل وفلفل وحطيت لها جبنه موتزاريلا بعد ما ايه ما بردت. كده وابرم بص كده، يبقى ده عيش بقى يتاكل في المدرسه، يتاكل في الشغل، في اي مكان. ماشي، هي ده مثلا كده ايه يعني. كتير بيسالوني انا ما بحب ده بقى ايه للكبار مش للصغيرين، اللي رايحين الشغل وبيقعدوا فتره كبيره هناك بيبقوا عايزين حاجه ياخدوها معاهم في الشغل علشان ما ياكلوش حاجه من بره. طبعا ده افضل كتير جدا جدا، لان اكل بره كتير مش حلو خالص علشان بيستخدموا زيوت دهون احنا ما نعرفهاش، وطبعا كمان بيقلوا فيها كتير جدا الزيت مثلا، فمخليين بالنا احنا من حاجتنا، احنا عارفين احنا بناكل ايه. فممكن مثلا موظفه او موظف او واحد بيني في الشغل بيقعد فتره كبيره، نجيب علبه نحط فيها مثلا 2-3 من دول، طبعا حسب ما بياكل. نحط جنبها خيار اخضر، خيار مش مخلل طازه. نحط جنبها تفاحه، موزه. خلاص انت كده خدتي وجبه متكامله حلوه جدا. الحاجات دي ممكن احطها في الفريزر بعد ما تستوي كده، اروح احطها في الفريزر وبعدين قبل الشغل انزلها واسيبها شويه، يعني قبل ما خلاص انا بلبس مثلا اهو اروح منزلها وحاطها على جنب. انا باخدها معايا ممكن بقى لو في ويفه اسخنها، ما فيش هي خلاص هتسيح وتبقى كويسه جدا، مش محتاجه حتى تسخين. بس اهم حاجه اول ما اخلص سوا يا دوبك يبرد يبرد بس، اروح حاطه كل 2 في كيس واقفل عليهم واحطهم في الفريزر. دي من الوجبات الجاهزه السريعه. معانا توحيده، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شفتك. لا ازيك عامله ايه؟ الحمد لله والله انا بحبك قوي قوي. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلمي. انت عامله ايه اخبارك؟ بحب الاكل الايه. ربنا يكرمك يا رب، متشكر جدا ليكي. ليكي اي سؤال؟ لو سمحت عايزه اعرف طريقه العيش عملت ازاي. حاضر، شكرا جدا ليكي. العيش امبارح، طب نشوفه كده عشان ننزله لهم. بص بقى حطه كده واسيبها تخمر، لازم تخمر تاني وبعدين ادخلها الفرن. نعمل كله بالطريقه دي، تمام كده. طيب انا عايزه اوريكي حاجه كمان حلوه عشان دي احسبها بقى تخمر كده براحتها شويه، وهوريكي نعمل ايه تاني مع بعض. معانا صفاء، اهلا وسهلا. اهلا بك يا مدام صفاء، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ احنا مبسوطين منك جدا بصراحه، بتعملنا حاجات جميله. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. تسلمي ليك. قولي. انا لسه متجوزه وحماتي يعني زي ما انت عارفه كده ما شاء الله ضايق مني عشان بتاعه تسبيكه المحشي دي ما طلعش حلوه، وطلعت تتريق عليا وكده. معلش لا هي متهزر معاكي، مش بتريق عليكي ولا حاجه. معلش الكيكه بس كل ما اجي اعمل كيكه من ساعه ما اتجوزت تطلع هابطه مني. هابطه؟ بمشي بوصفات حضرتك بس ما بتطلعش عاليه. ليه بقى؟ مش عارفه، انا بمشي بمقادير حضرتك والله. الفرن عندك مش مظبوط؟ لا انا بعمله على اعلى درجه قبل ما ادخلها، وبعدين اول ما ادخلها بوطي على 180. على 180 مظبوط، وتسيبيها حوالي نص ساعه. نص ساعه. ايه الهبطان بيجي منين عندك؟ بتحط الدقيق فين؟ بحط ايه؟ الدقيق بتحطيه في الخلاط ولا بتعملي ايه بالظبط عشان يهبط منك كده؟ بحطه في الخلاط. الدقيق في مضرب كهربي. الدقيق في مضرب كهربا؟ الدقيق. لا ماشي، انا هعمل العجين كله وبعدين احطه في طبق في بوله واعمل بايدي صح؟ بمعلقه كده. الدقيق والبيكنج باودر لوحده بره. واضربي الباقي في الخلاط زي ما انا بعمل. ما انت بتشوفيني لو انت مش مذاكره كويس. ذاكري كويس. الدقيق لازم يكون بره هو البيكنج باودر، وباقي المقادير في الخلاط العادي خالص. بعد ما تضربيهم في الخلاط نزليهم على الدقيق وقلبي بالراحه لغايه ما يخلص، عمرها ما هتهبط ان شاء الله. ماشي. واهم حاجه كل الفرن عندك محكم الغلق، ما يكونش فيه منفس، لو منفس شويه تلاقيه فعلا مش بيقب حلو. ماشي، شكرا ليكي جدا. طب هنعمل مع بعض دلوقتي كعب الغزال. هنعمل كعب الغزال بالعجوة وبالملبن، بس هنعمله صيامي يعني بالزيت. ايه رايكم؟ ان شاء الله عجبكم جدا وخفيف جدا. عندنا هنا بص المقادير، 3 كوبايات دقيق،
3 كوبايات دقيق، كوبايه الا ربع زيت، معلقه خميره، معلقه سكر، ورشه الملح بس. معانا المقادير على الشهيره دي ايه مصورها. 3 كوبايات دقيق، وعجنه كمان سهل جدا جدا. 3 كوبايات دقيق، معلقه خميره كبيره، معلقتين سكر، مش معلقه، معلقتين سكر، هقلبهم مع بعض، اجيب لهم رشه ملح، وكوبايه الا ربع من الزيت وميه بس. كوبايه الا ربع من الزيت دي كتيره، هتديها دسامه جدا للايه، هتبقى حاجه حلوه يعني ان شاء الله. عندي بقى عجوه، وعندي سمسم، وعندي ملبن. انا محتاجه ايه، احط زيت عجن شويه وهوريك هعمل ايه في العجوه. حط كده كوبايه الا ربع من الزيت، ممكن زيت ذره، وممكن زيت عباد الشمس، وازود ميه سنه سنه بس، لما ياخد كل الزيت الاول، يعني خلي الزيت كله يديه يشرب كل الزيت، وبعدين احط له الايه، شيل دول كده دلوقتي، انا محتاجه العجوه بتاعتي سايحه، سايحه قوي. سايحه ازاي؟ شويه زيت، شويه زيت صغيرين، وانزل العجوه. العجوه دي بقى يا اما انت بتجيبيها البلح اللي بتفصفصيه، يا اما بتجيبيها الايه اللي هي في بكاوي كده بقى في السوبر ماركت، فبتبقى ناشفه شويه طبعا، خصوصا كمان في الشتاء احنا فيه بتبقى ناشفه اكتر. فنعمل ايه بقى؟ اوريك دلوقتي، ننزل كده العجوه كده، وهنزل عليها شويه ميه، ده اللي هيسيحها لي بقى. شويه ميه صغيرين، واخليها تغلي، واسيح فيها الايه العجوه دي. فاخليها كده شويه على ما تسخن الميه وتغلي، واسيحها فيها، وهضيف لها سمسم. هنا بقى خلاص كده كلها شربت الزيت اهي، احط لها شويه ميه صغيرين صغيرين. يبقى انا حاطه هنا ايه، 3 كوبايات دقيق، كوبايه الا ربع من الزيت، معلقتين من السكر، معلقه خميره، ورشه ملح. 3 كوبايات دقيق، كوبايه الا ربع زيت، معلقتين سكر، معلقه خميره، ورشه ملح، وازود الميه سنه سنه. طبعا خليت الدقيق شارب كل الزيت الاول، وبعدين اديله الميه. حبه حبه كده. معانا هبه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا هبه؟ عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله كويس. ايه اخبارك؟ جميله قوي، منوره الشاشه. ربنا يخليكي يا هبه، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله، الحمد لله. بعد اذنك كنت عايزه اسال على البيتزا. البيتزا؟ اه. انت عملتي اكل ولا لسه؟ بتعملي اكل؟ اه بعمل. والله؟ اه بعرف. اه والله. شاطره، برافو عليكي. حاضر، هقولك البيتزا. منوره انت والله. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي، ميرسي ذوقك. شويه ميه كده، شويه شويه. لمت خلاص، تلم اشيل ايدي بقى واروح للعجوه. بص بتغلي اهي، خليها تسيح خالص. ممكن لو لاحظتي ان عايزه ميه كمان شويه زود لها، المهم ان انا عايزاها سايحه. معايا امنيه، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا امنيه؟
ايوه معايا. ازيك يا مدام نجلاء؟ انا بحبك قوي. ازيك، اخبارك ايه؟ خايفه بتاعي فوت بقى. ايه اخبارك؟ بنعمل كل اكل. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انت عملتي ايه القرص اللي انت عملتيها دي؟ قوليها لي بس تاني علشان ما كنتش لحقت اكتبها. اني قرص اللي انت عملتيها من شويه تاني دلوقتي؟ دلوقتي العيش؟ اه ده عيش بالفراخ. حاضر هقوله. حاضر ثاني اخر الحلقه. ماشي. عايزه كلميني تاني معلش. بصوا بقى صحت ازاي كده. ابدا اديها سمسم. سمسم محمص حبه كتيره كده. كده بصوا شكل بقى ازاي، بتعامله ازاي قبل ما احطها، كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله تطرى خالص بقى. وانت اخبارك ايه؟ وهي دي العجينه. يا دوبك افضل ازود في ميه لغايه يا دوبك تلم عشان تبقى كده عجينه دسمه. معانا نجوى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ معلش الله يخليكي، معلش صوتي وجعني شويه بس. سلامتك، الف سلامه. الله يسلمك. الله يخليكي. موري كله عنده برد، ولا تقلقي ولا تقلقي خالص. الله يكرمك يا رب. الله يخليكي موري. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف العجينه اللي انت كنت عاملاها وحشيها من شويه. اه هقولها تاني. حاضر عينيا. حاضر عينيا. سلامتك الف سلامه. اه بص بقى ادي كده العجينه دي اقسمها اتنين عشان اخد للعجوه واخد للملبن. ماشي كده. اقوم اعملها بس صباع كده. العيش بتاع امبارح اللي كان محشي طعميه معانا اهو، يا ريت تصوريه. ده عيش امبارح اللي كنا حاشينه طعميه، كنا عاملين امبارح طعميه متدلعه. مش كده؟ وابدا افرد فيها بقى. انا اعملها صباع طويل كده وافرد. رقيق وازق كده بالنشابه كده اهو. كده اهو عملتها زي العجينه دي. هقول تاني. 3 كوبايات دقيق. العجينه اللي بعملها دي اللي بتركب الغزال، 3 كوبايات دقيق، كوبايه الا ربع زيت، معلقه خميره، معلقتين سكر، ورشه ملح، وميه للعجن. اجيب بقى العجوه دي كده وافردها كده قوي. العجوه اللي سيحتها بشويه زيت صغيرين وميه، اما سحب بقت كده رحت حط عليها سمسم. معانا روان، اهلا وسهلا. كلمينا تاني يا روان. تاني؟ لا ماشي كده اهو. بلاش تستفزني كده. معقولة مش عايز طبقة سميكة قوي من الايه، من العجوة؟ لا يعني طبقة خفيفة كده حلوة كده. بصوا كده تمام. هاجي بقى هنا كده وابرم. ماشي. برمتها بقت بالشكل ده.
اجيب سكينه بقى واقطعها واحطها تخمر تاني وبعدين ابقى اسويها. بس اقطعها بقى ايه طبعا عايزه ترفعي عن كده، ممكن تشديها شويه كده اهو، بس ايه طبعا كل ما هترفعي هتلاقيها ان هي بقت ايه بقت العجوه بتقل فيها. فاحنا كده في المعقول نعملها قطعه صغيره كده. طبعا تعملي القطعه اللي انت عايزاها. نسيبيها تخمر تاني وبعدين نسويها. حاضر اهي بصوا ده بالشكل ده كده. ودلوقتي اهي هسيبكم في فاصل صغير، ما تخافوش مش هضيع منها ولا حاجه، وهنرجع بعد الفاصل اقول لكم هنحشي الملبن ازاي. وفاصل ونور على قد الايد على قد الايد. ورجعنا من فاصل ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنحشي ملبن بقى. ماشي احنا حشينا العجوه نحشي ملبن. بصوا بنعمل ايه؟ مش بعمل زي العجوه، لا بفتح فتحه صغننه كده فيها، انا عملتها مستطيل بفتح فتحه صغيره كده. نيجي هنا اجيب الملبن ممكن اسويه هنا بره احسن كده، اعمله صباع كده. ماشي طبعا في ناس تحب ملبن تقيل، في ناس بتحبه ان هو لا يبقى خفيف في الحاجه مش تقيل زي ما انت عايزه تقطعيه، يعني ممكن تقطعيه على ثلاثه ممكن على اربعه لو بتحبيه خفيف قوي عايزه حاجه بس تبقى مسكره جوه العجينه كده، انما في بيحبوه تقيل فانا هعمله اللي بيحبوه تقيل. فبحطها ايه صوابع كبيره كده. ماشي كده حتى من دي. ماشي كده اوكي. طبعا اللي كان بيسالني على هقول لي انا عملت ايه. طبعا العجينه دي ناس سايباها تخمر لسه، دي اللي هي العيش اللي طبعا بسيبها تخمر الدنيا ساقعه فبتاخد وقت اطول، اللي هي العيش اللي بالفراخ. العيش اللي بالفراخ ده انا عملته ازاي؟ انا هقفل بصوا هقفل ده كده اهو، بس قفله واحده كده بس كده اهو كده، اضغط عليها كده واضغط العجينه على بعضها كده 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 ونيمها ونيم على الايه؟ على القفله، بنيم على القفله دي كده اهي كده كده. ماشي العيش اللي بالفراخ ده انا عملته ازاي؟ جبت الاول 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق هي سهله جدا وتتحفظ بمنتهى السهوله. 3 كوبايات دقيق، نص كوبايه كاتشب، نص كوبايه سمنه روابي، معلقه كبيره خميره، معلقه سكر، ورشه ملح، وميه للعجن. مفيش حاجه اهي 3 كوبايات دقيق، نص سمنه، نص كاتشب، نص كوبايه كاتشب، ومعلقه خميره، ومعلقه سكر، ورشه ملح، وعجنت بميه ولا فيها اي حاجه، هي اللون ده جاي من الكاتشب بس لانه بيديها ريحه وميزه. الفراخ بقى الفراخ دي مسلوقه، اي فراخ مسلوقه كانت عندي انا سلقاها، اسلق صدرين فراخ مثلا وافصفصهم كده واجيب بصل وفلفل واشوحهم على النار وانزل معاهم الفراخ بملح وفلفل واقلبهم كويس جدا مع بعض، ورحت وحطيت بعد كده بعد ما بردوا رحت مديها جبنه موتزاريلا، ورحت حاشي ايه جبل العيش ده عملته زي الكور بعدين فردت الكوره دايره، ورحت حاشياها بالفراخ اللي بجد المدرقه وبرمتها يا ريت تشوفها في الاعاده. بس كده تمام حاجه سهله والمقادير سهله خالص. اقطع بقى كده الايه اللي فيها عجوه كده اللي فيها ملبن كده اطول شويه ممكن اهو بصوا كده اهي. ده كعب الغزال اللي بالملبن قطعه كده بالشكل ده، ولا هيسيح ولا هيقع ولا يجرى له اي حاجه تمام كده. وطبعا بسيبه يخمر تاني وبعدين ابدا ان انا ايه اسويه. طيب اوريكي بقى المستوي طبعا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بصي بالشكل ده كده لفت العجوه، بصوا لفت العجوه بالشكل ده بص شكلها ايه جامده جدا. وادي لفه الملبن طبعا ما ينفعش سايح الملبن، لفه واحده بس تمام. وادي العيش المحشي فراخ اللي ممكن احط له طبعا دي جبنه رومي عليه بس ممكن
تمام كده؟ بس كده. يبقى كده عملنا مع بعض ايه النهارده؟ نحكي من تاني عملنا ايه؟ واحده واحده. ده طبعا بسيبها تخمر وبعدين ابدا اسويها. الحاجات دي حلوه جدا للمدرسه وللشغل وكل حاجه. نقول ايه بقى؟ بص، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عملناها مكرونه حلوه للجيل الجديد اكتر شويه. يمكن زي ما قلت لكم قبل كده ان الجيل القديم كله كان بيعمل مكرونه كفته وريحينا يعني. فبس هي دي طريقه جديده ولطيفه جدا وهتعجب الاولاد ان فيها المط بتاعت الجبنه دي بتعجبهم جدا. دي عملتها ازاي؟ جبت بصله كبيره كده حلوه مقطعه صغير، شوحتها على النار، وفلفل رومي لو عايزه، فلفل حامي لو عايزه. نزلت انا حاطه فلفل رومي، انت ممكن تحطي عليها اي اللي انت عايزاه، ممكن فلفل حامي، ممكن فلفل الوان. ورحت منزله عليها لحمه مفرومه كاني بعصجها بالظبط. ورحت حاطه لها ايه؟ كل التوابل اللي انا عايزاها بقى، طلع ملح وفلفل، توابل، قرفه وجنزبيل، التوابل اللي بتريحك. ده شويه زعتر قلت تبقى قريبه كده من ايه؟ من البيتزا شويه كده عشان الجبنه اللي هحطها لها. خلاص استوت، ورحت مديها ايه؟ جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، وحط عليها المكرونه المسلوقه وقليته كله مع بعضه. يديكي مطه حلوه جدا لازم تاكل سخنه. بس كده. ديت المكرونه اللي باللحمه والجبنه. طيب معانا عملنا ايه تاني؟ عملنا الكوسه اللي عملتها قلت تنفع قوي جنب المكرونه اللي انا عملتها دي. ايه؟ خضار. ومش عاملين حاجه، لو مش عايز تعمل طبق سلطه تعمل طبق الكوسه، ده حلو جدا جدا. انا جبت مثلا ايه قد قولي اربع خمس كوسيات كده بشرتهم، وبعدين جبت بيض حطيت عليه. انا جبت جيب بيض انت الاول كده، هاتي حاجه يعني ابدأي بالسوائل الاول علشان تحطي الكوسه قدها. يعني حطيت بيضتين بس، انت كنت كتري زي ما انت عايزه. حطيت بيض وربيته ونزلت عليه الملح وفلفل، وممكن تحطي معلقتين دقيق، تحطي حبه لبن لو عايزه كمان. وقدرت منزلي عليها الكوسه وقلبتهم عجنتهم مع بعض عجنه حلوه. مش مبقتش عجينه عجينه، لا الدقيق قليل، يعني انا حاطه على حوالي اربع كوسيات معلقه دقيق واحده كبيره. وقلبتهم مع بعض كده، جبت بتاع النار سخنته مش مقدوح قوي، ما سخن بس، ورحت ماسكه المعلقه كده ومنزله الكوسه في قلب الايه؟ في قلب الزيت، وبططها بالمعلقه. تحمر من الناحيه الاولانيه خالص بالراحه روح قلبها عشان ما تفكش منك. وما ينفعش تنزليها في زيت مقدوح قوي، هتلاقي ريحه مفكوكه كلها تنتشر بقى جوه الزيت. تمام كده؟ وعملنا مع بعض كمان العيش، هقوله تاني اللي عملته بالفراخ. الفراخ دي مسلوقه بايته او انت لسه سلقاها وفصفصتيها حلو قوي. جيت على النار حطيت بصله ومعاها الفلفل ومعلقه سمنه كده وشوحتها بملح وفلفل، ورحت حط عليها الفراخ، رجعتها تاني الفراخ اللي هي كانت مسلوقه كده كده، شوحتها على النار، شربتها من البصل والفلفل، شلتها على جنب تبرد، حطيت لها بعد كده جبنه موتزاريلا وقلبتهم كلهم مع بعض. بس بعد ما تبرد عجنت العيش. عجنت العيش ده بايه؟ 3 كوبايات دقيق، نص كوبايه من الكاتشب، نص كوبايه من السمنه، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، ورشه ملح، وعجنت بالميه. عجنتها حلو قوي، وبعدين رحت سايباها تخمر، وبعدين عملتها كور وسبتها تريح شويه. فردت كل كوره زي العيش، وحطيت الحشوه الفراخ اللي بالجبنه ولفتها زي الرول. ماشي، الحشوه بس هنا كده، ولفيت على العيش عليها العيش وسبتها تخمر بالشكل ده. وبعدين رحت مدخلاها الفرن. طبعا انا عايز اقول لك احنا في الدنيا الساعه دي لازم تخمري حلو جدا مرتين، يعني في مكان دافي كده تحطيها قد ساعه وساعه، تاخد وقت كبير علشان تطلع معاكي هشه وحلوه. وعملنا في اخر حاجه خالص، عملنا كعب الغزال اللي عملناه بالزيت اللي ينفع صيامي، اللي عملناه 3 كوبايات دقيق، كوبايه ربع من الزيت، معلقتين من السكر، معلقه من الخميره. عجنتهم كلهم مع بعض وخليت الدقيق يشرب الزيت كله، وبعدين زودت ميه شويه شويه. بعد ما زودت الميه رحت ايه؟ عجنت. يا دوبك انا بزود الميه لغايه ما تلم معايا، بس مش عايزاها عجينه طريه، يا دوبك تلم العجينه كده، تسيب الطبق خلاص، اشيل ايدي. لمت العجينه بسيبها تخمر، وبعدين راح فرداها. ما انا بعمل العجوه دي طبعا سيحتها على النار الاول زي ما وريتك كده، حطيت معلقه زيت ونزلت عليها العجوه ونزلت عليها ميه وسبت الميه تغلي مع العجوه لغايه ما سحبت اهرسها كده بايديا بالمعلقه كده لغايه ما بقت سايحه خالص، وهتضيف لها كميه كبيره من السمسم. ف
فردت عندي العجينه زي المستطيل وفردت عليها العجوه خالص، وبعدين رحت برمه زي ما انت شايفه كده، بصي مبرومه كده زي الايه حوالين نفسها زي كده ماشي، ورحت مقطعاها حطها في الصينيه وسايباها تخمر تاني وبعدين اسويها. تمام. ايه اللي عملت كمان من الملبن؟ الملبن بقى ما عملتوش كده، ما سيحتوش، هو زي ما هو زي ما انا شارياه، بس قطعت صوابع ارفع شويه، ورحت عامله العجينه مستطيل بس ارفع من المستطيل بتاع العجوه، ورصيت فيه الملبن ورحت قافله عليه بس قفله واحده، وقطعته برده ودخلته سبته يخمر تاني، وبعدين دخلته الفرن بس كده. البقلاوة بتاعت امبارح دي جلاش حلو. ماشي اوكي، معانا الجلاش الحلو اللي هو بالكريمه، جلاش وسمنه وكوبايتين دقيق ومعلقتين نشا ومعلقتين سكر ونص معلقه ميه ورد وشربات. طبعا بتعملي مهلبيه تبقى تقيله شويه وتسيبيها تبرد، مهلبيه اللي هي بالدقيق والنشا والسكر، والسكر قليليه ما تبقاش كتير زي الكريمه، يبقى طبعا زي القشطه. طبعا الجلاش سهل جدا، بتفرجي نص الكميه نص، انا عملتها اخر مره على ثلاث مراحل، خليت كميه القشطه الكريمه دي كبيره، وهتحط الاول طبقه من تحت من ورقه الجلاش، يعني حوالي خمس ست ورقات كده بين كل ورقه وورقه مسحه من السمن، وبعدين حطيت طبقه من المهلبيه اللي عملتها، طبقه يعني هي بقسم المهلبيه على مرتين بقى، نص كميه المهلبيه، وبعدين حطيت ورقتين او ثلاثه من ورق الجلاش وبين كل ورقه وورقه مسحه من السمنه، وبعدين حطيت كميه المهلبيه الثانيه ورحت فردها عليها برده، ورحت حاطه الجلاش الثاني عليها، بقيت الجلاش حوالي 3 4 ورقات كده من فوق برده بين كل ورقه وورقه مسحه من السمنه، وبعدين قطعتها بالسكينه، لازم تقطعيها بالسكينه، وبعدين دخليها الفرن. بعد ما استوت طلعيها اديها شربات متوسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف، بس ده ما تكتريش، ما تكتريش في الشربات، لان انا عندي كميه كريمه حلوه من جوه، فهتبقى مطريه الموضوع قوي. بس كده، وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم اخر حلقه الجايه ان شاء الله، الى اللقاء. مش محتاجة.